بنيجي على فيرب مهم جدا وفيرب افوار. فيرب افوار من الافعال المهمه جدا في اللغه الفرنسيه، بستعين بيه في اكتر من صيغه. عندي افوار كور يعني لدي حصه، جي ان كور دو فرونسي، جو كور دو فرونسي، وممكن اقول جي فرونسي، لا اكتر من استخدام لديه حصه. التعبير التاني المشهور قوي هو افوار شو وافوار فروا. افوار شو زي ما كلنا درسنا بمعنى يشعر بالحر، افوار فروا يشعر بالبرد. بس في ملحوظه مهمه، ان الصفه شو وفروا ما بتنجمعش، لو انت مصرف مع الجمع نوزافون شو نوزافون فروا ما بتنجمعش. عندي افوار فا وافوار سواف، افوار فا يعني يشعر بالجوع، افوار سواف يعني يشعر بالعطش. طب من التعبيرات برضو مع فيرب افوار، افوار بزوان دو يعني في حاجه دي، وان افوار بزوان دو ممكن يجي وراها مصدر وممكن يجي بعدها اسم. عندي افوار انفي دو، جانفي دو سورتير، جانفي دو مانجي يعني لديه الرغبه في. من التعبيرات المهمه برضو مع فيرب افوار، افوار بور دو، جو بور دو ليكزامان، جو بور دو يعني يشعر بالخوف من، او جي بور اون افيون، انا بخاف وانا داخل الايه الطيار. من التعبيرات المهمه قوي والاكثر استخداما هو افوار مال ا، يعني يشعر بالم فيه، والا بيحصل لها عمليه ادغام، بقول جو مال ا لا تيت مع المؤنث، جو مال او برا مع المذكر، جو مال اوزيو عندي الم في العيون، على حسب عضو العضو اللي هتستخدمه بتراعي موضوع التبعي. ففيرب افوار من الافعال المهمه اللي بنسميها الافعال المفتاحيه.